قد قدرك، أسعد الله صباحك بكل الخير أحمد. صباح الخير إليك وصباح الخير لأهلنا في ذوي الكرم ولأهلنا في جميع أرجاء الوطن. أهلا وسهلا، يعني نود أن نتعرف ونستوضح الصورة حول ماهية حملة دمي أو دمي لوطني، وأين بالفعل تحدث هذه الحملة وتستمر حتى أي يوم وأي وفي أي الأماكن؟ حدثنا أكثر، وفي إطار ماذا تأتي هذه الحملة؟ يعطيك العافية. طبعا هذه حملة دمي لوطني هي نعتبرها حملة وطنية تم إنشائها من كوادر تجمع المبادرة الطلابي قبل 3 سنين. هذه الحملة هي حملة مستمرة تجدد سنويا مرتين، بحيث أنه يقدر الواحد يتبرع مرتين كل سنة. طبعا هذه الحملة مستهدفة 3 قطاعات في محافظة طول الكرم. القطاع الأول اللي هم مرضى غسيل الكلى، القطاع الثاني أطفال الثلاسيميا ومش بشكل مباشر، يعني مرات تستفيد من هذا الاشي، والمرحلة الثالثة اللي هم الأشخاص اللي بيكون محتاجين دم بشكل مستعجل. طبعا هذه الحملة صارت متبرعة على مستشفى، طبعا في مستشفى الحكومة بتكون هذا التبرع في قسم بنك الدم، صارت متبرعة ما يقارب 1350 وحدة دم. الحملة هذه أطلقنا قبل يومين المرحلة العاشرة لإلها، اللي هي بعد ما بنك الدم على مستوى الوطن طالب بأنه بده دم للجرحى اللي في غزة والجرحى اللي موجودين في محافظة طول كرم بسبب الأحداث العنف اللي قاعدة بتصير. نعم. المقاومة. نعم. فتم إنشاء المرحلة العاشرة لإلها في محافظة طول كرم قبل يومين، أطلقنا أسبوع تبرع في الدم من يوم السبت. امبارح كان أول يوم للحملة. في جهود شباب محافظة طول كرم الأخيار تم تبرع ما يقارب في 63 وحدة دم. نعم. امبارح كان اليوم الثاني لإلها، تبرع تقريبا في 31 وحدة دم. اليوم عندنا اليوم الثالث للحملة، نتمنى انهم من جهود اهلنا في محافظة طول الكرم انهم ما يبخلوا في وحدة الدم ان شاء الله. لأنه نعم. مثل ما بتعرفي انت، يعني وحدة الدم هي على صعيد صحة الانسان بتفيده. نعم. وبتحسن من صحته، وعلى الشيء الثاني انه الانسان بيقدر يعمل واجب وطني انه يخدم اهلنا في قطاع بالتأكيد. غزة. نعم. او يخدم اهلنا في محافظة طول كرم على صعيد محافظة طول كرم انه يكون شريك بانقاذ حياة هذا الشخص. نعم. احمد، مرة اخرى نذكر باليوم ايضا مستمرة الحملة وفي مشفى ثابت ثابت، صحيح؟ صحيح، في مستشفى. نعم. ثابت في قسم بنك الدم. الحملة بتكون من الساعة 9 للساعة 3 كل يوم. نعم. حتى يوم الخميس. حتى يوم الخميس. نعم. ونأمل بالتأكيد، دائما وأبدا نقول يعني الإنسان أغلى ما نملك والروح والدم أغلى ما نملك، وبالتالي بدمنا دائما وأبدا بأغلى ما نملك لنقدمه لصالح أيضا أغلى ما نملك، أهلنا في قطاع غزة والجرحى في طول كرم. نأمل إن شاء الله مزيدا من النجاح. لكن كيف يبدو التفاعل أحمد؟ يعني أنت تحدثت عن تم التبرع ب 63 وحدة من الدم من خيرة شباب ورجال محافظة طول كرم، يعني هل تجد أن فعليا هنالك من يقبل بغزارة على هذه الحملة والمشاركة في مثل هذه الحملات؟ وهنا نود الإشارة أننا اليوم إن شاء الله نتمنى أن يصل صدى هذه الحملة لأكبر قدر ممكن وشريحة ممكنة من أهلنا في محافظة طول كرم ليتواجدوا اليوم من أجل التبرع بالدم. أكيد طبعا، أنت بتعرف أنه خصوصا محافظة طول الكرم أهلنا غيورين كثير، وما شاء الله يعني ما كنا متوقعين أنه هذا الموضوع يأخذ صدى بهذا الشكل، تفاعل بهذا الشكل، لدرجة أنه طاقم الطب اللي موجود في قسم بنك الدم ما كان بلحق على عدد الشباب الهائل اللي كان موجود. هذا الإشي بخلينا نفتخر بأهلنا وشبابنا في محافظة طول الكرم، وبنفس الوقت احنا دائما من راهن على شباب محافظة طول كرم ودائما هم قد الرهان. وانت بتعرفي يعني حاليا
أشكال المقاومة كبيرة وكثيرة، وإحنا بنقدر من خلال التبرع بالدم نسد حاجة أشخاص هم محتاجين هذا الدم، وبنفس الوقت أنت بتكون شريك في أنك أنت تخدم البلد وتخدم الوطن وتخدم أي شخص هو محتاج. ونأمل دوام إن شاء الله العطاء والتوفيق. أحمد الدرك، منسق حملة دم لوطني للتبرع بالدم لصالح أهلنا في قطاع غزة والجرحى في طول كرم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، ونواصل مع حضراتكم والمزيد من الفقرات والمواضيع.